مستمعينا، انضم إلينا الآن عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد نائل الجوابره للحديث عن مواضيع وعناوين اقتصادية هامة. صباح الخير سيد نائل. صباح الورد عليك وعلى جميع المستمعين، وكل عام وأنتم بخير بالسنة الجديدة، وكل عام وأنتم حب وحب من دولة الإمارات. شكرا جزيلا، كل التحية والتقدير لأحبائنا ومتابعينا في شعب الإمارات. احتفلتم في الشهر الماضي بالعيد الوطني، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير، هذا احتفالنا، أنتم احتفلين به قبلنا. شكرا جزيلا. الله جميعا ولجميع المستمعين قراتكم الموقرة. الحين سنبدأ عنوان حديثنا الرئيسي. طبعا يعني تابعت سيد نائل مع كثير من المتابعين فشل العرض الاتفاقي الذي قدمته تريزا ماري رئيسة الوزراء البريطانية للبرلمان البريطاني للموافقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيكون له ظلال أساسا، يعني بدأت بعضها في الظهور اقتصادية سيئة على بريطانيا. ما تعليق حضرتكم على هذا الاتفاق وفشله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بكل تأكيد بعد ما شاهدنا يوم أمس أن هناك معارضة قوية ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي بتقريبا 432 صوت ضد 202 صوت موافقين بالنسبة إلى الخروج، هذا سوف يؤثر بكل تأكيد تأثير سلبي على بريطانيا وعلى اقتصاد بريطانيا بشكل كبير. لا ننسى أن هذه المعارضة هي الخروج واتفاقية البريكزيت مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها يوم أمس اتجهت الحكومة بأن يكون هناك لها قوة قوية بالنسبة إلى الحكومة البريطانية. هذا سوف يؤثر على البريكزيت أولا، وسوف يؤثر على الاقتصاد البريطاني، وأيضا لا ننسى عن الاتحاد بشكل عام. أتوقع في المستقبل القريب أن يكون هناك اتجاه من قبل الاتحاد الأوروبي لوجود خطة أخرى من قبل تريزا مي، أن يكون خطة بديلة وهي الخطة بالنسبة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. لا ننسى هناك عواقب كبيرة، إن كان من الشمال أو إن كان من الجنوب، أو إن كان أيضا بالنسبة إلى الاقتصاديات، إن كان من الدخول أو الخروج، أو تحديدا أيضا اليوم شهدنا بشكل كبير من فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام. طيب سيد نائل، يعني المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، هل هم يعارضون في البرلمان طبعا، هل يعارضون الخروج كمبدأ ولا طريقة الخروج وطبيعة التسوية؟ طبعا بكل تأكيد هي طبيعة الخروج، هم لم يعارضوا الخروج بشكل عام، ولكن هناك البنود التي اتفقت عليها إن كان من الشمال، يعني هناك نصف بريكزيت يسمونه بسبب هذا الخروج الذي الآن تتجه إليه تريزا مي، لكن هم يريدون يا الخروج نهائيا أو عدم الخروج والتصويت مرة أخرى من قبل الشعب أن يكون هناك الخروج أو عدم الخروج. شهدنا بشكل كبير أن هناك معارضين كثر في الشارع البريطاني بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأنها سوف تتأثر بشكل كبير اقتصادياتهم، وأيضا تتأثر بشكل كبير نقلهم من بريطانيا إلى أي دولة من الاتحاد الأوروبي. هذا الآن شاهدناه بشكل كبير من قبل الشعب البريطاني وعدم الخروج. أتوقع أن يكون هناك تمديد للبريكزيت اللي هو لم يكون في شهر 3 ولكن أكثر من ذلك، حتى تكون لدى تريزا مي إن كانت خطة بديلة أو طلاق تريزا مي من الحكومة البريطانية في المستقبل. طيب سيد يعني نائل، جان كلود بونكر رئيس المفوضية الأوروبية أكد على أنه لا إعادة للتفاوض ولا تمديد للاتفاق مع بريطانيا، كيف يمكن أن تحل ماري هذا المأزق؟ فإذا كان الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض وفي نفس الوقت يقول أن الحد الأقصى هو شهر مارس للعام 2019، ماذا يمكن أن تفعل؟ وهذا ما اتجهت إليه أيضا رئيسة الوزراء البريطانية قبل يومين عندما قالت لا توجد مفاوضات أيضا جديدة ولا توجد أي تنازلات من قبل الاتحاد الأوروبي. الآن أتوقع كما تفضلت أن ما هو الحل، أتوقع أن يكون هناك طلاق من الحكومة البريطانية وخروج حكومتها حتى تكون هناك حكومة جديدة، وأتوقع أن يكون هناك تصويت مرة أخرى حتى إذا كان شهر مارس. إذا لم يكن هناك أي اتفاق سوف تكون بريطانيا الخاسر الأكبر من الخروج بدون أي اتفاق، أي أن كل الحلول الأوروبية هي التي سوف تكون على السطح وليست أي حلول كانت بالسابق بين تريزا مي وأيضا الاتحاد الأوروبي. هذا سيؤثر بشكل كبير، لأن سوف يكون على الاتحاد الأوروبي أخذ إجراءات ضد بريطانيا بشكل أكبر.
كيف يمكن أن نرد سيد نائل على المتحمسين للخروج أيا كان الخسائر المرتبطة به، رغم إدراكهم أن النمو انخفض في عام 2018 إلى 1.3، الدراسات تؤكد أنه في 2019 سينخفض إلى 1.9، كيف نرد عليهم ونقول لهم أن خروجا بغير اتفاق هو أفضل من مجرد خروج؟ مهما كان خروج بريطانيا إن كان باتفاق أو غير اتفاق سوف يكون تأثيره سلبي بشكل كبير على مدى سنوات قادمة، لأنه إلى الآن لم يكن وجود حلول كبيرة بالنسبة إلى تريزا مي، بالنسبة إلى إن كانت للتجارة الحرة وأيضا التجارة بين إيرلندا، ولا ننسى أن هناك حدود كبيرة من إيرلندا بالنسبة إلى بريطانيا وخروج السلع البريطانية بشكل كبير، أيضا لا ننسى أن هناك كيفية وجود بدائل أخرى بالنسبة إلى التجارة البريطانية إن كان من دول الخليج أو إن كان من أمريكا أو إن كان من آسيا بدلا عن الاتحاد الأوروبي، هذا سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني بشكل خاص من الداخل، وسوف يؤثر على البريطانيين. في الأمس القريب شاهدنا كثير من البريطانيين أن هناك أصبحت البضاعة السلع الغذائية مرتفعة بشكل كبير التي تأتي من الخارج، وأيضا أن هناك السوبر ماركت وغيره بتخزين البضاعة بشكل كبير للمستقبل اللي هو يعتبر أسود بالنسبة إليهم، وهذا التخزين سوف يؤثر على التأكيد على البريطاني بشكل عام ولا الناخب البريطاني في المستقبل. لذلك نشهد أن هناك معارضة كبيرة جدا من الناخب البريطاني لعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي. سيد نائل، هل تتوقع أن يتجه الأمر إلى يعني إعادة طرح الاستفتاء مرة أخرى على الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على الشعب البريطاني؟ هل تتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟ أنا أتوقع هذا الاتجاه بعد طلاق مين من الحكومة البريطانية واتجاه بريطانيا إلى أن يكون هناك استفتاء آخر، وأتوقع أن يكون هناك الغلبة بعدم الخروج، لأن تأثر بشكل كبير البريطاني بتنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأيضا التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكان هناك السلع الكبيرة على الناخب البريطاني، وأتوقع أن يكون هناك انتخاب كبير قبل شهر مارس حتى يكون هناك اتفاق بين الحكومة البريطانية إن كانت الجديدة أو إن كانت الحكومة الحالية مع الاتحاد الأوروبي. لكنها اجتازت اختبار سحب الثقة بنجاح واحتفظت بثقة البرلمان. مهما كان هناك احتفاظ، والسبب عدم دخول اللي هو المعارض لها في الحكومة، لأنه يتجه بأن يكون هناك خراب إلى بريطانيا بالناحية الأوروبية، ولكن البريطانيين يتجهون بأن يكون لديهم صوت أكبر إذا كان هناك اتجاه إلى أن يكون الخطة بأن يكون هناك عرض من تريزا مي بعدما فازت يوم أمس بأن تكون حكومتها موجودة، إذا كانت الخطة البديلة تحكم على أن يكون هناك للبريطانيين خاصة وإلى الحكومة الاستمرارية، أتوقع أن لن يكون هناك أي تصويت. لكن إلى الآن لم تصدر أي بوادر من تريزا مي بأن يكون الخطة بديلة بشكل أكبر عن الخطة التي طرحتها في السابق. ستحتاج إلى بعض الوقت. سيد نائل، ما هو الأثر الاقتصادي لاستمرار للإغلاق الحكومي الاتحادي خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالنسبة لهذا الإغلاق الحكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا أثر كبير سياسي واقتصادي بشكل إذا كان على الولايات المتحدة الأمريكية أو من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا أن هناك تقريبا 8000 موظف حكومي خارج هذا النطاق، أي أنه سوف يؤثر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بالنسبة إلى الخارج النظرة المستقبلية لأخذ القرارات الفعلية بالنسبة إلى الحكومة بعد هذه الإغلاقات الحكومية. أثرها أثر اقتصادي بشكل كبير، سوف يتأثر بإن كان من داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، لأن النظرة طبعا لا ننسى أن العملة الخضراء الجميع يتعامل بها، وأن العملة الخضراء الجميع مرتبط بها تقريبا ارتباط كل إن كان من الدول من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد سوف يكون لها أثر سلبي جدا على الحكومة، وهي تعتبر أطول إغلاق حكومي منذ شهادة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد نائل، هل تعتقد أن ذلك سيهز ثقة المستثمرين في الإقدام على مشاريع وتوسعات في 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالنسبة إلى المستثمرين لا أعتقد أن سوف تهزهم بشكل كبير، لكن لأن لو نظرنا إلى منذ تولي الرئيس ترامب ولايته
أن اتجاه الاستثمارات والعودة الدولار الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر مما كان في عهد أوباما التي كانت في 2013 بعد وقف اللي هو التيسير الكمي في 2013. كان هناك إغلاقات، ولكن كان هناك عودة الدولار الأمريكي في عهد أوباما تقريبا تأثرت عليها أربع دول. لو لاحظنا من الدول طبعا اللي تعتبر مرتبطة بالدولار، لاحظنا عند إعلان الرئيس ترامب واتجاهه بالنسبة إلى تقليل الضرائب على الشركات وغيره، أن هناك 10 دول خلال 2018 تأثرت تأثير سلبي بعد ارتباطها طبعا بشكل كبير بالدولار الأمريكي. التأثير بسبب أن اتجاه وعودة الدولار الأمريكي إلى موطنه الأصلي، أي المستثمرين مرة أخرى وعودتهم وهو ثقتهم الكبيرة بتقليل الضرائب عليهم واتجاههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سيد نائل جوابره، كنت معنا في هذه المداخلة، حديث متميز وقراءة اقتصادية لما يحدث في الاقتصاد العالمي. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.